فاه السيد محمد والفال أكد خلال المهرجان تأييد حزبه لرئيس الجمهورية وللتعديلات الدستورية، كما تطرق في خطابه إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها بعض البلدان العربية. لا شك أنكم على علم جميعا بما هو مستجد في البلاد من إسقاط بعض التعديلات الدستورية التي كانت مطلوبة على مستوى الإخوة في مجلس الشيوخ، ولا شك أن الإخوة في مجلس الشيوخ هم أيضا أبناء هذا البلد وهم آباؤه وهم حريصون كما نحن حريصون على مصلحة هذه البلد ووحدته وأمنه واستقراره، لكنهم اجتهدوا، والمجتهد قد يجتهد ويصيب وقد يجتهد ويخطئ، وبكل الحالات هو اجتهاد، لكننا لا نشكك في نزاهتهم وفي وطنيتهم وفي صدقهم، اجتهدوا وربما أخطأوا. بهذه المناسبة نقول أن أي بلد سواء كانت موريتانيا أو غير موريتانيا، أي بلد يحتاج إلى تجديد مؤسساته، أي بلد يحتاج إلى تجديد قوانينه، أي بلد يحتاج إلى تجديد نظامه، أي بلد يحتاج إلى تطوير بنيته وتطوير قواعده التي يقوم عليها، ومن ضمن هذه الأمور هو تجديد بعض المؤسسات، تجديد بعض القوانين، تجديد بعض حتى تجديد بعض فقرات الدستور، وحتى أحيانا كتابة الدستور جديد إذا تطلب الأمر ذلك.